حكيت معك. حكيتيني حكيتيني ذاكرين باسم عيلتك؟ خطيب. ايوه يس انت. الحمد لله تذكرتي. لولو يعني بتعرف كل ناجح، ويعني كل ناجح له فاشل، يعني له فاشلين بنتقدوه. بس انت يعني اللي بنتقدوك كثير، معناته انت ناجحه كثير 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 كثير. تسلمي لي. شكرا. شكرا بانا. ثانك يو. باي باي. هاي الأغنية بهديها لمجهول. مجهول؟ مجهول. يعني مجهول، مجهول لألنا أو مجهول كمان لألك؟ لا أكيد مش مجهول لألي شو. يعني تعرفيه أنت؟ طبعا. أوكي، يعني في حدا هلا جديد؟ شو في حدا جديد إذا ما واحد الله؟ يعني إذا بتهديها لمجهول يعني عزيز عليك. بقدر أغنيها أهديها لأخوي لأنها بتقول مش مجهول. طب بلكي ما بدي أحكي اسمه. ليش؟ حرة. قولي لخيي. ما اسمع بسألك شو. لا مش لخيي. شفتك لا مجهول. لا عليك والله العظيم. معقول؟ محمد يوسف سلام عليكم، تحية من أحلى الأيام لجروب ناطرين زول الكويت وناطرين الديو مع سلوم، وإلا أهل الكويت بيعشقوها وخاصة الناس بالعرضية. عرضية، تحية لأهل العرضية. كينج ليبانون. ألو ألو، على السكايب كينج ليبانون. ألو، فيك تشارك؟ كيفك؟ نعم. ما هلو حبيبي، اذا بتريد اعمل لي بس اد على الفيسبوك على دياب مازن واكتب لي اللي بدك اياه، وانا مستعد اقرا لك اياها لانه انا بعرف قديش الانترنت بلبنان صفر يعني، فمشان هيك منبسط بال 3G و3G بلس و4G و4G بلس ومدري شو بعده. الانترنت هالقد بلبنان بطيء، فبليز ابعث لي رساله لو سمحت تكرم عينك ونحن بنحكيك. احمد، هاي احمد. احمد لا لا احمد لا لا هو يا زلمه ولا طنزره لا غير يا زلمه يلا رح نروح لاخر بريك، بعد البريك بنتابع اخر جزء من لقائنا مع ليان بظلميت، راجعين على صوت الغد. يلا سلم عليك. نحن فاتحين الخطوط يا محمد بس لانه في ضغط على الخطوط كرمال هيك. زازا كمان بدي اقول لك هاي. جيهان علي كمان مازن سال لي انا عزمت اميمه على عيد ميلادها. هي ما عامله عيد ميلاد انه عيد ميلاد يعني. بلا عزم
انا مسلمه الفانز عم بيرتبوا لي كل شيء، ما بدهم ياني اتدخل بشيء لانه عاملين لي اياها سربرايز، فهم بس طلبوا مني الاسماء والارقام وانا اعطيتهم الارقام وهم عم بيحكوا. بس شو ضل غير السربرايز؟ الاسماء والارقام والمكان ومين المعازيم وشو بدهم هدايا؟ لا ما في والسربرايز. في سربرايز كثيره. اوف زي المجهول دخلك. من تزلنا تكت فيزي. لطشي. خلود ناجي من اليمن من عدن، تحية لك يا خلود، تحية لكل أهل اليمن. تولين مناصرة كمان ثانك يو، تولين آيات كمان ثانك يو. خلص خلص والله العظيم خلص يعني خلص. اقرأ شو عم بكتب. بحبك كتير ومنور البرنامج ومبروك لبنان العيد، وبليز بدنا أغنية يا ريت، حطينا يا ريت حطيناها مرتين. شكرا لك يا أمولة وثانك يو. عم بقرأ الرسائل وعم نشوفهم. روان ممكن رقم لولو؟ ايه طبعا 00962 نعم 79 شو؟ رقم لولو. أنا؟ لا لا لولو جارتنا حبيبي. طيب سلم عليان وإلا أنا منحبها كتير، إذا في ناس ما بحبها فهي بغيروا منها. أوكي أوكي حياتي أوكي. حنان أوكي شكرا لألكم. 5-8-6-8-5-5-5 بدي تغنينا بعد شوي آخر شي غنينا لبنان. حاضر. اتصال. ألو. ألو مرحبا. مرحبا كيفك مازن؟ الحمد لله. كيفك لولو؟ تمام. هلا مين؟ طارق معك. من وين؟ مازن عرفني. من وين طارق؟ طارق انا وين على التليفون؟ لا لا من وين؟ من وين انت؟ انا بعمان. هلا. كيف حالكم؟ الحمد لله تمام. يلا طارق. الايام الاول بدي اسالك الكليب على اي قناه بيطلع؟ اي كليب تبع عايز اشتاق لك؟ ما نزل على قناه، نزلته على يوتيوب. يوتيوب عندي يوتيوب شانل باسمي. هناك بتلاقي. طيب بدي اسال كمان سؤال، ممكن تغني انت ومازن دير هسه؟ بس هيك انه انا هلا كنا بنغني تحت الهوا. تسلم لي على الهوا. لا من دز دزه واحده تسلم لي. عن جد اشكرك يا مازن، عن جد على الشوط كثير حلو اليوم. شكرا شكرا. باي باي. الله معك. صرنا ع بعض بنرفع قضايا والمحامي بيتوجس. 40-40-40-45-8-6-8-5-5-5 تحية من الكويت لبنت الكويت ليان بظلميت. بيعجبني انها كل يوم عن يوم بتزيد اتقانها للهجة الخليجية. بنت الكويت ليان، انت مو بنت للكويت، انت خلص بنت الكويت. الله حيو. شكرا بتشرف. نشوى زيد كمان شكرا. اماني كمان تانكيو لك اماني، يعني والله قد ما فيني عم بقرأ الرسائل. طيب الشريف حسام بن سليم كمان شكرا لك وتانكيو على الرسالة، وصل التحية للي يعني. تانكيو. طيب على وقت حطنا الأغاني لنجوم ستار أكاديمية حتى تعطينا رأيها، ليان تعطينا رأيها ببعض نجوم ستار أكاديمية. أوكي يلا. يعني من الأول لهلأ يعني مش بس سيزن هيدا تبعتين يعني حتى نشوف السلبي والإيجابي برأيك أنت كمستمعة. أوكي. مين بتحبي مين ما بتحبي؟ مين برأيك أحسن واحد طلع من ستار أكاديمية؟ جوزيف عطية. أحسن واحدة بنات؟ ممكن نقول أماني سويسي، شادة حسون. مين بنات طلع؟ ناسية صراحة بس بس أماني وشادة. طيب أول أغنية شو رح نسمع؟ يلا. لمين رح تكون أول أغنية من نجوم ستار أكاديمي يلي مرقوا على مر السنوات؟ أحمد الشريف. يا احمد الشريف فيش نقاش، اكيد هو ناجح واغانيه حلوه واختياراته موفقه. لا انا بحبه شخصيا. الشيء السلبي باحمد الشريف؟ الشيء السلبي انه غايب هلا او شيء هيك. هو يعني اكيد غايب لسببين، دائما كل ما يغيب بيطلع بيجيب شيء حلو معاه. فاعتقد انه غيابه حيكون مبرر يعني. يلا بعد احمد الشريف بس ما بدي حلو ومنيح ومقبول. باي ذا واي بس بدي اقول لك من الطلاب اللي طلعوا من ستار اكاديمي كمان رحمه رياض بموت فيها وبتجنن وصوتها بعقد كثير بحبها. اوكي. كمان اغنيه جديده لمين بدها تكون؟ هاي هاي هاي
غير منيحة ومهضومة وصوتها حلو بتجنن. غير منيحة ومهضومة وصوتها حلو بتجنن وبتستاهل. شو بتقولي عن شادة حسون؟ شادة مثابرة صراحة، بحسها بتتعب على حالها وبتتعب على شغلها. بعض اختياراتها ما كانت كتير موفقة بصراحة، بس في إلها كم من يعني طبعة بالفن ما بينتسوا، حلوين. هذا رأيي الخاص طبعا، بتمنى يحترموه. شو في بينك وبينها؟ شذا؟ ولا عمري شفت. اوكي كرتش. ولا عمري ما عمري شفتها هيك. ما لانه هي اللي اتخانقت مع توني اهوجي بالسيزن تبعكم، فكانت كل سنه طول مره او مرتين على ستار اكاديمي. فلما انفصلت هي وطوني ابو جودي بطلت تبين طبعا. يلا كمان اغنيه جديده، نجم جديد او نجمه من نجوم ستار اكاديمي. الله نحن اثنين خلقنا البعض، خلصنا شو بيريدوا، بطول النبقى وبالعرض عقلبن مهما يزيدوا. نحن اثنين خلقنا البعض. قبل ما نحكي عن رافع، في حدا سألك ليش ما جيتي على اللونش تبع أغنية رافع؟ لأني كنت بالعقبة وقلت له وعذرني وحكيته عادي 100%. شو رأيك برافع؟ بدي أقول لك رافع عن جد مش مجاملة، إنسان موسيقي درجة أولى، وهذا الإشي بصموا فيه أساتذة ستار أكاديمي كلهم. صوته كتير حلو، ألحانه رائعة، وانا شخصيا كثير بحبه وبحترمه لانه انسان اصيل. واغنيته كثير حلوه واكيد ببارك له عليها للمره الالف. واغنيته كمان بحبك انا بصراحه بحبها اكثر لانه لها ذكريات وبعرف قصتها وليه وكيف كتبها. ف حبيب قلبي رافع يعني واحد من العيله بعتبره. يلا كمان اغنيه. اوكي يحيى من انجح طلاب ستار اكاديمي الاردنيه اللي طلعوا من ستار اكاديمي بالنسبه لي. اوكي من انجحهم، فيش اغنيه نزلها ما قلت عنها واو. انجحهم ولا من انجحهم؟ لا هو انجح طالب اردني تخرج من ستار اكاديمي. فيش اغنيه نزلها ما قلنا عنها واو. حضوره على المسرح قاتل يعني، بياكل المسرح اكل. ذكي جدا واختياره للاغاني بجننه، وانا شخصيا على الصعيد الشخصي والفني بحبه كثير كثير، وبتجمعنا علاقه صداقه قويه كثير. ومنه المجهول كمان اغنيه جديده. لا بس عبود العالم بس. حيفوتني بالحيط. بشار غزاوي صح؟ بشار كانت بدايته قوية كتير، ما حد بنكر هو وسلمى. سلمى أكيد كانت لهم بداية قوية جدا، بس ممكن الحياة الزوجية شوي أخذتهم عن الفن، وهي أكيد أهم من أي إشي. فعشان هيك هم شوي يعني هو شوي تغيب هلا عن الساحة الفنية لأنه عنده بيبي جديد وملتي فيه، بس ما حد بنكر قد ايه كانت بدايته قوية. يلا اخر اغنيه لمين رح نسمعها من نجوم ستار اكاديمي؟ لا بشعة بشعة شيلها يا يا شيلها. فكرة كانت لإلي هيدي الاغنيه بس انا ما اخذت لاتشي. كيف تسمع الله؟ اسمع الله
بدي اخر شيء مني غنيه للبنان بيسان، بدي اقول لك هابي بيرثدي وعبال المليون سنه يا رب، كنت اتمنى تكوني موجوده بعد. عم بحكي عم بعيدها انا. طيب يا زلمه خلص خلص تحكي على حالك. طيب شو بدنا نغني للبنان؟ مش رح يجي استقلال. حغني مقطع صغير من لبنان رح يرجع. يلا. من هون ما بنفل، حسر بعين الكل، بهالارض بدنا نضل، لو بقيوا خمس بيوت من هون ما بنفل، حصر بعين الكل، بلبنان بدنا نضل، لو بقيوا خمس بيوت لبنان رح يرجع، والحق ما بيموت، والشمس رح تطلع زين سما بيروت. ليان بزمي ثانك يو لك على هالانترفيو المهضوم، ودائما كل ما تكوني معنا بالحلقه بكون في انترفيو مهضوم وحلو. سوري 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 لكل الاشخاص اللي ما قدرنا انه نوجه او نقول اسمائهم على الهواء، واكيد ليان رح تفتح الولايات عندي وتشوف كل الاشخاص اللي عم يبعثوا لك. مهند عبر الاخراج ثانك يو، مازن عبر ميكرو صوت الغد، بنقول ثانك يو لكل اللي تابعونا. كل عام والشعب اللبناني والجيش اللبناني والشعب العربي كله بخير بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني. وانا بدي اقول انه مش هدفنا من المقابلات انه نشحن ونزيد الخلافات ما بين ليان واي حدا من الفنانين او طلاب ستار اكاديمي. هدفنا كان الوحيد والاساسي هو انه يمكن ترد بطريقتها او تحكي اللي بدها اياه، ونفتح لها مجال انه كمان تحكي وحق الرد 100%. ثانك يو لكل الاشخاص اللي تابعونا، تحيه لفانس كل النجوم والفنانين. بنلاقيكم بكره بحلقه جديده اذا الله راد الساعه 4 بعد الظهر. بونتا مروح على صوت الغد. باي باي باي. We'll be right back.